اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من سيدي علي الحاوي. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين افضل متابعين قناه شوف تيفي، هذا الشاب اللي كيبلغ العمر ديالو 33 سنه، مع الاسف انه عاودنا واحد القصه اللي هي قصه غريبه كيف ما غتسمعوها متابعين افضل، قصه ديال الاختطاف، قصه ديال التعدو اللي تعرض ليها في لقمه العيش ديالو، مجموعه الحويجات اللي غادي تسمعوها صادمه. كنتمنى من جميع المتابعين افضل متابعين قناه شوفت في قناه الشاب انكم تبارطاجيو فضلا وليس امرا. مرحبا بك، فكرني الاسم ديالك. ابراهيم. سي ابراهيم، مرحبا بك معنا. ومرحبا بكل المتابعين افضل متابعين قناه شوفت في قناه الشاب. كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو فضلا وليس امرا، لان القصه كتهم وانها كتبغي توصل انها المسؤولين عن طريق، او بغي يوصلها للمسؤولين، عفوا بغي يوصلها للمسؤولين اليوم، لان كيقول انا ما خديتش حقي، ظلمت مع من؟ من عند من؟ من واحد اللي مكلف بالفيلمه. مع الاسف مول الفيلمه ما دار ليا والو، لكن مع الاسف السيد اللي مكلف بالفيلمه واللي كيجي كي يحرس ياك اش كيدير هو؟ كيراعي الغنم، ما خلى ما دار فيا، ماشي غير خطفني انا والخطيبه ديالي، وما خلى ما دار فيا ولا تدو طويلة عليا. نسمعوا هذه القصة. مرحبا بك. عاود نقدم راسك. كان معكم ابراهيم السراج من اقليم سيدي علا البحراوي. السكن ديالي في ايت مالك، ايت بوحيا، الدوار ديالنا. نعم. الدوار ديالنا العروب، البادية ديالنا ايت بوحيا. في الفيرما. في الفيرما دابا. نعم. هذا السيد هذا جا عندي، لقاني انا ولد بلاده، يعني كنتفاهم انا وياه بزاف. جا قال لي غتقابل لي هذه الفيرما لا هذا اللي مقابل الفيرما. انا مول الفيرما، انا ما بيني وبينه الخير والاحسان. نعم. يعني ما كنعرفوش باش غادي نوصلوا. نعم. مع شي حاجه اللي ما كايناش. نعم. المهم شحال هادشي باش وقع؟ يعني سنه هاد الشيء هذا وقع دابا شي مده 3 شهور. نعم. 3 شهور هاد الشيء باش وقع. نعم. باش خدمت من شهر 5 فيه 20 يوم في 2003 2022 2022 دابا تقريبا عام وست شهور، عام ونص تقريبا بحال هكاك. خدمتي كانت الامور ديالكم بخير وعلى خير؟ كانت القضيه على يورام ومقابل ليه شغلو، وهو تيطلق الغنم ديالو والابقار ديالو، وتنبقى نقابلهم ليه. انا قابل ليه صافي تما، كاين الكوارا، كاين الحجر ديال المول الفيرما، تيقول كان تقابل هادشي باش ما يهزو حتى واحد. من داز الايام والايام، ولا تيبني واحد الكوري ديالو، تيهز ليا الحجر ديال مول الفيرما، وتيقطع السيبري وتيمشي يدير به الكوري ديالو. قلت له هذا الشيء اللي كدير رانا غتصيفطني للحبس، راه مول الفيرما ملي غايجي يقول لك فين هو هذا، وانت اللي مقابل هنا. وانا ذاك مول الفيرما ما عارفين، ما عارف هو اصلا ما مكلف حتى واحد، هو تيدير هكا هكا داك الشيء ديالو هو. خدمت معاه الشهر الاول، عطاني 2000 درهم. كيفاش كيدير هو هذا الشيء؟ ما فهمتش. ما مقابل ما مكلف مول الفيرما، فهمني حتى الناس يفهموا اكثر. ما حاش هو يا مقابل الفيرما عاطيه يسرح. هو عاطيه غير يسرح الاغلام ديالو، الابقار ديالو فقط. هو ما قالش لي، ما قالش ليه زعما سير يحط لي عسى تما يبقى يقابل ليا. وانت؟ هو نصب عليا بحال هكاك. وشكون كان كيخلصك؟ كان خلصني الشهر الاول. شكون يخلصك؟ هو هاد السيد هذا اللي مقابل، عطاني 2000 درهم. في الشهر الاول؟ في الشهر الاول. نعم. منين بدا تيهز الحجر ويقطع السيبري ومشي تيبقى يبني به الكوري ديالو، قلت له راه انت غاتصيفطني للحبس، كدير هادشي هادشي، راه ماشي هو هذاك. هو يولي معايا في اختلاف الهضره، ولا تيسب، ولا تيسبني، تيبقى يلوح عليا الحجر على الدار ديالي، ولا تيدير بزاف المشاكل معايا. انا ما بغيتش ناديه بشي حاجه اللي ما كايناش، حيت هو ولد بلادي، ويعني اخوه دايزه ما بيناتنا. انه الشهر الاول خلصك، من بعد ما عاودش خلصك 2000 درهم. عطاني 1000. حاولتي انك تبقى واخا انك ما مخلص. انا عندي واحد الحريفه ديال هادشي ديال السلالات ديال الدواجن البلديه، كندي للناس، هذا باغي 500، هذا باغي 600، تندي لي كريطينه فيها فليوسات، تنجيب المصروف ديالي. قلت تيجي مول الفيرما عاد ناخذ شغلي. مول الفيرما ما عمره ما تواصل معايا، ما عمره ما اداني، ما عمري ما اديته. هادشي اللي كاين. هو واحد. نعم. واحد النهار جا عندي قال لي خصك انت تخوي لي من هاد الدار هادي. قلت لي علاش؟ خصي يجي مول الفيرما يعطيني حقي ويمشي بحالاتي. قال لي لا، خصك تخرج، ما كاين لا مول الفيرما لا والو، كنهضر معاك انا اللي مكلفني بكل شيء. نعم. قلت له يعطيني ديالي يمشي بحالي. ما بغاش، بقى ديما تيسبني تيعايرني. واحد الناريات مع نهار الجمعه مع 9 ديال الليل جات. المهم بقاش عاقل، دابا من بعد نقدر نقول لك التاريخ. المهم منين غتكون شي شهرين وعشرين يوم دابا. منين جا عندي شهر 10 بحال هكاك. المهم جاو عندي واحد 6 اشخاص عندهم باطنير ديالهم.
نزل عندي انا واحد هو الاول، خرجت لعندهم كنقول لهم انا مالكم شنو في هذا الوقت هذا جايين، وما يشيروا عليا بقرعه ديال الشراب. بقيت تنطاكي شي لو حتى انا واحد الحديده جات لي هنايا، جيت الكمامة، جيت وجهه كانت عندو الكمامة، بانت لي لقيته الكمامة. هادشي خطير هادشي. الكمامة ديالهم من دايرين في تيبانوش وجوههم منين قاستو الحديده. منين قاستو الحديده تحيدت لك هذيك الكمامه ديالو. شفتو قلت لي انت بيني وبينك انت يا باش جي عندي وانت خدامه عند السيد اللي حدايا جاري مول الفيرما. قال لي خصك تبات ما تصبح هنا. قلت ليه ماشي 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 حق هذا باش غدير لي انت هكا، باش غدير لي انت هكا ماشي حق هذا. قال لي لا خصك تبات ما تصبح هنا ولا غنقتلك بهذا بهلاكا. وهي تغوت الخطيبه ديالي حاش لغد لك كنا غادي نديرو الكاغيط، جامعين الوريقات ديالنا، جامعين كل شيء. صافي وشدوا حيدوا لي الحوايج، داو لي الشيك ديالي، داو لي لاكارتناس نوار، هزوا لي واحد المبلغ فيه 170 الف ريال في الشنطه ديال السيده اللي خاطب، وداونا تقريبا حتى لسيدي يحيى زعير وطلقونا. يحيى زعير؟ بقاو تيتعدوا. من سيدي علي الحراوي اللي حنا كنتوجهوا فيه الان؟ في الغرب. في الغرب. سيدي يحيى ماشي زعير. سيدي يحيى الغرب. يحيى الغرب. نواحي القنيطره. وفي الغابه ما عرفتش انا راسي فين كاين، هزوا لي الشيك، هزوا لي كل شيء، وتيكويوني بالكارو وتيضربوني. هذا راجل. بهذاك. هما السته. هما السته. هي هذيك. منين طلع النهار وتميت غادي، خرجت بقيت غادي في الغابه. تخرج الخطيبه ديالك شنو وقع لها؟ الخطيبه ديالي تا هي واكلاها وتا هي تعداو عليها بزاف. ما وقعش الاغتصاب، ما وقعش شي حاجه. الاغتصاب ما كاينش، ولكن التعدو كاين ديال الضرب. واحد الوقيته بغاو يديوها، قال لك غتبقى معايا واحد السيمانه عاد نجي. قلت له ديتيها راه غادي نمشي لك عند الفيرما اللي خدام نتايا فيها كتسرح، راه غادي نقولها لمول الشي وما يطلقوها ليا. صافي مشينا على رجلينا، خرجنا من نهار الجمعه مع تسعود مع 10 الليل، وبقينا مجبدين في الغابه واكلين العصا. الصباح من طلع النهار شدينا الطريق، بنا غادي كنا نسولوا الناس وكراخ طريق خزازنا هي هذه. اثنين خزازنا خرجنا اثنين خزازنا خرجنا في طريق خزازنا، ركبنا من تما، ركبنا واحد السيد في سبيل الله، واحد راعي الاغلام، عطانا واحد 800 ريال باش ركبنا. جيت هنايا تيفت، تلقيت انا بعد هذاك الضرب وهذاك الشيء بزاف اثر عليا. المهم كاين شي ضرب برا في الطريق، المهم تعداو عليا بزاف. جيت لتيفت، درت بين سوانيت وداروا لي الغراز وهذه. المهم شي درت شهاده طبيه، وديك الساعه ملي دفعت المسائل ديالي تعتقل واحد هو هذاك السيد الاول اللي مكلف بهذوك الناس اللي جاوا بالباطنير. تعتقل وراه، ولكن راه ما خديتش. هو اعترف واخا مين تعتقل قرب منكم. مين تعتقل اعترف بان لا في الاول ما اعترفش، ولكن ردوا سعاده الوكيل تمديد. منين ردوا تمديد عاود رجع لعندهم ما اعترفش. منين درت ليه انا تنازل بغيت نسمح ليه على ذوك الوليدات اللي تيتكرفصوا خلاهم كيترملوا في الارض بقاو فيا، بغيت نسمح ليه. منين بغيت نسمح ليه سعادة الوكيل منين شافو قرب هذوك الاخصاص، هذوك الاشخاص اللي كانوا معاه، قال لي لا انت غتبقى في الحراسه النظريه ديالي. اعترف هذيك الساعه. اعترف. صافي هادشي اللي وقع ليا بزاف. والمهم راه باقي بان من بعد منها جيت غادي نمشي لتيفلت نجيب العلف للدجاج. السلالات عندي ديال الدجاج والسمان، لقيتهم هدموا لي الدار بالجي سي بي، وتيقول لك هدموا لي الدار ديالي. دار فيها الضاله، فيها البيوت كنت ساكن فيها، وصلحتها انا، ما كانوش فيها الشراجم وما كانوش فيها البيبان، انا اللي صلحتها، وباقي عندي الباب ديالها ملوح في الارض. هي ديك منين صلحتها وكذا وريقلتها ومشيت نجيب العلف، جاو هدموها لي. تنقول لهم شكون اللي هدم الدار؟ تيقول لك مول البلاد واللي مقابل البلاد بالجي سي بي. واش كاين شي قانون كتهدم الدار بلا 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 استدعاء، بلا ما يعيطوا لك، بلا ما يعلموك؟ راه ما يمكنش، راه تعدو هذا. انا كنطلب من سيدنا الله ينصرو ياخذ لي حقي في هذه القضيه والناس مسؤولين. هذا الشيء اللي باغي، انا باغي ناخذ دابا حقي. ومازال دابا سعاده الوكيل قال لي بقى تمايا تنشوفوا شنو غنديروا. درت مشيت خديت براكه ديال القصب ودرت حدا هذيك الدار، وانا راه مازال دابا تما، ولكن باقي تنتعرض للمشاكل بزاف اكثر من القانون. وخويا ما تعتقلوش؟ الاخرين باقيين كنشوفهم، يعني وليت عارفهم انايا فين تيسكنوا، ولكن تنشوفهم ما بغيت يديروا معاهم تحل. نعم هذا الشيء اللي كاين. دابا كيطالب بالحق ديالك. كنطالب بالحق ديالي والناس المسؤولين تدخلوا في هذه القضيه. وعاش الملك. خليك تما، خليك
اذا كيف ما تابعتوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تي في قناه الشعب، كيف ما كتلاحظوا معنا هذا الشاب اللي في العمر ديالو 33 سنه اللي تعرض كيف ما كيكون اختطاف هو الخطيبه ديالو، مع الاسف انه الحمد لله كيف ما قال انه ما وقع له والو، لكن هو تعرض لبعض الحروق كيف ما كيقول بالكارو. عندك شي اضافه؟ مرحبا تفضل. هذيك الخطيبه ديالي تلاقاو معاها وشوف شنو داروا معاها، سرقت لي الوراق ديالي وداتهم لهاد الناس انا اللي وقع لي معاهم المشاكل، هما اللي فيها الشهاده الطبيه ديالي انا وياها، وتعدوا للمره الثانيه باش هجموا علينا في الدار. نعم. في البراكه عاوتاني. نعم. باش انا جيت عندي باش نتقابلوا مع السيد اللي معتقل. جاو عندي عاوتاني تكرسوا علي. انا عشت سيفه تاعكم انت الخطيب ديالها زعما، شو ما انها تسيف ما فهمتش انايا علاش، واش غناوها بشي حاجه اخرى ولا ما نعرفش، الله اعلم باش ما يوصلوش هذا الشيء للناس المسؤولين. بغى يصيفطوني انايا في بلاصته هو. نعم. هادشي اللي كاين. بغى يقلبوها عليا انا، ولكن هادشي راه حرام. انا بغيت من جلالة الملك ياخذ لي حقي من هاد القضية، وعاش الملك. نعم. إذا متابعين أفضل ما بقى لي إلا نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. نتلاقاو بث آخر إن شاء الله، كنتمنى من جميع متابعين أفضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشعب أنكم تبارطاجيو فضلا وليس أمرا. دمتم في رعاية الله، ليلة سعيدة، ونتلاقاو بث آخر إن شاء الله.